مبلغ من المال قبل أن يأتي، يعني كنت بقول هشتغل بس كذا وإن شاء الله أطلع مبلغ لله فهمته كذا. فرحت اشتغلت وليا مبلغ عند الراجل اللي اشتغلت عنده، ما ادانيش منه غير 200 جنيه، وخلاص أكل الباقي. طيب هل إن وبعدين أنا أدفع المبلغ اللي أنا كنت نظره في الأول ده؟ نظرت ماذا؟ يعني كنت بقول هطلع 500 جنيه لله إن شاء الله لما راح اشتغل، ورحت اشتغلت بمبلغ 1500 جنيه، والراجل يعني نصب عليا فيهم ما كلش الفلوس، ما خدتش منهم أي شيء. فهل عليا المبلغ اللي هو 500 جنيه ده؟ والله في مسألتك الوجهان قائمان، إن وفيت بالنذر فحسن، إن لم تفي بالنذر لكونك في معنى الذي لم يشتغل فلك وجه، والأحوط وفي بالنذر لن تضيع. شكرا.